السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا ناس يا كويسين؟ النهارده هنكمل كلامنا في النون سترويدال الانتي انفلاماتوري الحصة الثانية والحصة الأهم، يعني هتشوفوا الأسئلة بتاعت النهارده أسئلة أكتر بكتير جدا من الجزء اللي بتاع المرة اللي فاتت، الدكتور بتركز أوي 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 على الجزء دوت في الامتحانات. هنكمل كلامنا على بقية الكلاسز بتاعت النون سترويدال الانتي انفلاماتوري، وهنركز في الآخر على الفرق ما بين الكوكس 1 والكوكس 2. لو أنا عايز أعمل كوكس 2 انهبيتور، إيه الحتة اللي على الجنب دي؟ إيه فرق الأمينو أسيد الصغير دوت عن الأمينو أسيد الكبير؟ إيه اللي هيحصل؟ إيه الفرق ما بين الكوكس 1 والكوكس 2؟ وعلى أي أساس نقدر نعمل أدوية بتشتغل بس على الكوكس 2؟ ده من الحاجات المهمة قوي في الامتحان. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعالوا نبدأ الكلام بتاعنا. احنا كنا بدأنا الكلام على النون سترويدال انتي انفلاماتوري، حاجات كلها انتي انفلاماتوري وانالجيسك وانتي بايريتك ما عدا الباراسيتامول، بس هو مش انتي انفلاماتوري. كنا بدأنا الكلام على الكلاسات، والكلاس الأولانية بتاعت الساليسيليك أسيد والدريفاتيف الأسبرين وإخوات الأسبرين. اتكلمنا بعد كده على الكلاس بتاعت الأنيلين دريفاتيف اللي هي كانت بتاعت الباراسيتامول. اتكلمنا بعد كده على الكلاس بتاعت البيرازوليدين دايون. وفي البيرازوليدين دايون اتكلمنا على الفينايل بيوتازون اللي كان عنده اتش اسيدك والكلام دوت. نيجي بقى للكلاس رقم 4 اللي هي أهم حاجة في اللعبة كلها بتاعت الأرايل أسيدك أسيد دريفاتيف. وفي الارايل اسيتيك اسيد ديريفاتيف المره اللي فاتت ما خدناش غير دواء واحد بس كان عليه كلام كتير جدا، الاندوميثازين، عليه اسئله كتير جدا بتيجي في الامتحان. واللعبه بتاعت الاندوميثازين لو حد بيفتكر معايا الاستراكشر، كنا بنرسم حلقه اندول، حلقه بنزين وحلقه خماسيه فيها ان، فدي الحلقه بتاعت الاندول، وكنا بنرقم 1 2 3 بنفوت الجنكشن 4 5 6 7. مركب دوت علشان نكمل بقى عليه الكلام، ان احنا كنا بنحط عليه الارايل اسيتيك اسيد، فالكربونه رقم 3 كان عندها مجموعه الاسيتيك اسيد، رقم 2 كان عندها مجموعه ميثايل بتزود الاكتيفيتي كانت مهمه جدا للاكتيفيتي، رقم 1 عندها مجموعه بار كلوروبنزويل، حلقه بنزين وسيده بالبندق ومجموعه سي ال، واتفقنا ان وجود السي ال مع البار كلوروبنزويل في خناقه مع السي اتش 3 ديت هيخلي المركب بتاعي، هيخلي الحلقتين دول نون كوبلانر مع بعض، ودوت الماكسيمم انتر اكشن مع الكوكس انزيم. فكان مهم ان انا يبقى عندي حلقتين، ومهم ان الحلقتين دول يبقوا حلقتين مختلفين عن بعض، حلقتين نون كوبلانر لبعض. اتكلمنا كمان ان في مجموعه او ميثايل، مجموعه ميثوكسي هنا كانت بتزود الاكتيفيتي اللي عند رقم 5، والمركب دوت بالشكل بتاعه كان هو الريفرنس كومباوند بتاعي. وقعدنا نتكلم في الاس اي ار على ان الكونفورميشن، الشكل ان الحلقتين يبقوا نون كوبلانر لبعض، دي حاجه مهمه جدا للرياكتيفيتي بتاعتي، التفاعل بتاعي. الكلام دوت كان على الاندوميثازين. اتكلمنا طبعا على البريفاريشن بتاع الاندوميثازين، واتكلمنا ان هو مهم، واتكلمنا في اخر الاس اي ار وفي الدراج ريسبتور انتر اكشن بتاع الاندوميثازين، واتكلمنا في اخر الاس اي ار ان الاندوميثازين كان له سي ان اس سايد افكت. فانت لو عايز تقلل السي ان اس سايد افكت ديت، طب ما تيجي تبدل الان بتاعتك باس بي 2 كربون، بكربونه على دبل بوند. بس لما تبدل الان باس بي 2 كربون الووتر سوليابيليتي بتاعتك بتقل، وعلشان تحسن الووتر سوليابيليتي بالشكل دوت هنبدل مجموعه الكلور بمجموعه سلفينايل. ده الكلام اللي احنا كنا واقفين عليه الحصه اللي فاتت. ده هنتكلم دلوقتي على دواء اسمه السولينداج. دواء السولينداج دوت دواء مهم جدا، وهو عباره عن فاريشن، هو عباره عن تعديل عن الاندوميثازين. في السولينداج عندي ثلاث فروقات، في منهم فرقين مهمين قوي. لو جيت ارسم لكم السولينداج كده على الجنب، علشان يعني احنا تاني انا برسم الرسومات في الورق زي ما بتيجي في الامتحان، فمش عايز حد يتلخبط في مرسومه لفوق ومرسومه لتحت. السولينداج عباره عن حلقه بنزين مع حلقه خماسيه فيها دبل بوند، وادي السي اتش، وادي بقيه الاستراكشر بتاعي. فالمركب دوت هو نفس المركب بتاع الاندوميثازين بالظبط، بس مقلوب، يعني هنا كل اللي عملناه رسمناه بالعكس. فالمركب بتاعي لو احنا رقمنا كان الكربونه دي اللي كانت الان، فدي 1 2 3 ادي 4 5 6 7. اول واهم فرق عن الاندوميثازين ان انا شلت الان وحطيت اس بي 2 كربون، انا كده قللت السي ان اس سايد افكت. بس لما قللت السي ان اس سايد افكت لقيت ان الووتر سولابيلتي قليله، هعمل ايه؟ غير مجموعه الكلور وحطها مجموعه سلفينايل اس دبل بوند او سي اتش 3، فالمجموعه دي اللي بتزود الووتر سولابيلتي علشان نقدر نعمل دواء، نقدر نعمل حاجه اورال تقدر
تاخدها وتعمل فيها فورميوليشن كويس. لان عندي تبديلين مهمين، واحد ان انا شلت ال N وحطيت السي دي 2 كربون، اثنين ان انا شلت الكلور اللي على حلقه الاستراكشر مقلوب، شلت الكلور وحطيت بدلها مجموعه سلفينايل. الفرق الثالث ما حدش بيتكلم عليه، يعني جيت عند رقم خمسه وحطيت فلور مش فارقه كتير عن الاو سي اتش 3، فمش هقول دي بتزود ولا بتقلل. بس الفرقين المهمين ان انا لما شلت ال N وحطيت السي دي 2 كربون قللت السي ان اس سايد افكت، ده كمان لما شلت الكلور وحطيت مكانها مجموعه سلفينايل انا كده زودت الووتر سوليابيليتي بتاعتي. الفرق الثالث زي ما قلت لكم شلنا الاومي فايل وحطينا بدلها فلو. المركب اللي قدامكم السولنداك دوت، المركب دوت له شكلين، يا اما زد يا اما اي، والزد ايزومر بتاعه هيبقى مور اكتف. طب الزد ايزومر دوت هيبقى بالنسبه لايه؟ الزد ايزومر هنا احنا عندنا على الدبل بوند، فالزد هنا ان حلقه البنزين تبقى في نفس الاتجاه بتاع الميثايل، لما حلقه البنزين في نفس الاتجاه بتاع الميثايل يحصل ستريك هندرنس، فهيبقى المركب بتاعي نون كوبلانر. ما تنساش ان احنا كل القصه دي بندور ان الحلقتين يبقوا نون كوبلانر مع بعض علشان الماكسيموم انتر اكشن مع الكوكس انزيم. فهنا انا محتاج ان المركب، احنا في الاخر بناخد رسمه ميكتشر ماشي، بس الزد ايزومر في الحاله ديت هيبقى مور اكتف بكتير جدا او مور بوتنت بكتير جدا عن الاي ايزومر اللي هو الترانس بتاعه علشان موضوع النون كوبلانر ده. حاجه ملهاش لازمه بس يعني برضو الدكتوره بتتكلم عليها في المحاضره، ان احنا بنتكلم هنا على زد كونفيجوريشن مش كونفورميشن. لو شفتوها في الامتحان كلمة conformation هي أشكال مختلفة نتيجة لدوران حوالين سنجل بوند، مركبات أو روابط سنجل بوند بتلف حواليها جواش بقى وأنتي وستاجرد وإكليبسد وبتاع، فده اللي بنقول عليه conformation. لكن وأنت بتتكلم على دبل بوند سيز وترانس وزد وإي وبتاع يتقال عليه configuration مش conformation. فلو جات لك في الامتحان إن الزد conformation أحسن ده غلط، لازم زد كونفيجوريشن. هو الزد والاي اللي هو الدبل بوند السيز والترانس دي احنا بنتكلم على كونفيجوريشن مش بنتكلم على كونفورميشن. واحنا بنتكلم على التسميه بتاعت المركب دوت في حاجتين عايزين نركز عليهم، طبعا مش هنقعد نركز على التسميه كلها، بس اول حاجه لازم زد، الزد هو اللي مور اكتف، وتاني حاجه البيرنت بتاعي هو اندين اسيتيك اسيد، اللي فات كان اندول اسيتيك اسيد، فهو شبهه بالظبط بس اندين، اندين حلقه البنزين مع الحلقه الخماسيه اللي موجوده قدامي. فتاني السولنداج في ثلاث فروقات اساسيه عن الاندوميتازين، واحد ان انا شلت الان وحطيت دبل بوم، شلت الكلور وحطيت سلفينايل، شلت الاوميثايل وحطيت فلور، زد ايزومر هيبقى مور اكتف، البيرنت بتاعي اندين ثلاثه اسيتيك اسيد، ده الخلاصه بتاعت السولنداج. طيب احنا لسه بنتكلم على الكلاس بتاعت الارايل اسيتيك اسيد، وفي الكلاس بتاعت الارايل اسيتيك اسيد لو هنكمل كلامنا على استراكشر، هي الدكتوره بتقول عليه مش مهم بس بتجيبه في الامتحان، الاستراكشر ما هوش حبس، اكيد مش حبس، بس المركب دوت انالجيسك ولا مش انالجيسك؟ هنا الحلقه الاروماتيك بتاعتي حلقه بايرول، فبايرول اسيتيك اسيد اجي الارايل اسيتيك اسيد، وكمان عندك حلقه اروماتيك ثانيه المفروض تبقى نون كوبلاند، انا كده بكلمك على حاجه اسمها التولميتين. فتاني هي بتقول عليه في المحاضره مش مهم بس ساعات بتسال فيه في الامتحان، تقول لك المركب ده تبع كلاس ايه في الانالجيسك، فهو ارايل اسيتيك اسيد اهو، ده الكلاس العاديه بتاعت التولميتين. اللي اهم من التولميتين بقى ب 995 الف مره المركب رقم ثلاثه في الورق، مركب الكيتو رولاك، مركب مش موجود في الكتاب ومركب دايما بيجي في الامتحان، حاجه نقدر نعتبرها زياده. مركب الكيتو رولاك دوت هو عباره عن مركب في حلقه بايرول برضه زي التولميتين، والمركب دوت فيه كربونه بعدها مجموعه اسيد. فانت لو بتحسب على الرسمه اللي انا راسمها قدامك، ادي ارايل ادي البيرول وادي الاسيتيك اسيد، فهو ارايل اسيتيك اسيد دلوقتي. ده مش بس كده، ده عنده كمان حلقه اروماتيك ثانيه، والحلقه الاروماتيك الثانيه دي اللي بتبقى نون كوبلانر، فبتعمل لي ماكسيموم انتر اكشن. فلحد دلوقتي يعني هو مركب زي الفل، كل الزياده في الكيتو ريلاك دوت عن المركبات الثانيه ان انا مدخل الكربونه بتاعت الاسيتيك اسيد دي في حلقه. فهنا كان انت بتتكلم على بايرول اسيتيك اسيد، بس الكربونه الالفا بتاعت الاسيتيك اسيد طالع معاها كمان كربونه فيوزد في حلقه بايرول. حلقه بايرول علشان حلقه خماسيه فيها انت. فهنا الكربونه بتاعت الاسيتيك اسيد طالع منها كمان كربونه فيوزد في حلقه بايرول، انت بتتكلم على الكيتو ريلاك. فالكيتو ريلاك باللفظ كده هي بتقول عليه هو هيتيرو سايكليك اسيتيك اسيد سيستم، طبعا التولميتين كمان هيتيرو سايكليك ارايل، بس هو دوت لو جابتها باللفظ كده هي بتتكلم على الكيتو ريلاك.
تهيتيرو سايكليك اسيتيك اسيد دريفاتيف. مركب ده فيه كربونه الفا، الكربونه كايره اللي هي الكربونه الالفا ديت، الاس نيجاتيف ايزومر هو اللي مور اكتف، بيتاخد راسمك بس الاس نيجاتيف ايزومر هو اللي مور اكتف. والمركب دوت داخل فيه حلقه بيرول، الكربونه الالفا دي داخله مع كمان كربونه طالع منها كمان كربونه وداخله جوه حلقه بيرول، هنتكلم عليها بالتفصيل في الجزء اللي جاي. ما بيني وما بينكم بقى، الكيتوريلاك دوت من المسكنات القويه جدا في الصيدليات، بتستخدم كبديل للمورفين. يعني الناس اللي بعد العمليات بياخدوا على طول مورفين، بس ما ينفعش يقعدوا عليها فتره طويله علشان الادكشن والديبندنس والكلام ده، فبيكتبوا لهم بعد ما يروحوا البيت كيتوريلاك. حقن الكيتوريلاك في الصيدليات والاشباه بتاعتها المفروض انها من الحاجات المسكنات القويه جدا. فالكيتوريلاك مركب مهم، مركب حفظ لازم يتحفظ. ادي الحلقه بتاعه البيرول طالع منها كربونه ومجموعه اسيد، كل الزياده بقى ان البيرول مع الكربونه مقفلين حلقه مع بعض، وكمل الحلقه الثانيه اللي بتبقى نون كوبلانر مجموعه البنزويل العاديه. الكلام ده كله احنا بنتكلم على الارايل اسيتيك اسيد. ده في كلمه صغيره المفروض انها تتحط تبع الاس اي ار، بس الدكتوره بتجيبها كده لوحدها، بتقول لي ان انا لو عملت سبستيتيوشن على الاسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد عباره عن كربونه مع مجموعه اسيد. لو انا جيت على الكربونه الالفا، على الكربونه اللي هي جنب السي او اتش، السي اتش 2 ديت، وحطيت مجموعه ميثايل، ده مجموعه الميثايل دي بتزود الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي وبتقلل السايد افكت جدا. فانت لو قدرت تحط مجموعه ميثايل على الالفا بتاعه الاسيتيك اسيد، انت بتزود الاكتيفيتي وبتقلل السايد افكت. ساعتها الكلاس بتتغير شويه، بدل ما بيقولوا عليها ارايل اسيتيك اسيد هيسموها ارايل بروبيونيك اسيد. فكلمة طبعا بروبيونيك من ثلاث كربونات، فأرايل بروبيونيك أسيد هو نفسه الأرايل أسيتيك أسيد، بس الكربونة الألفا عندها ميثايل، هو نفسه الألفا ميثايل أرايل أسيتيك أسيد، والميثايل دي من الحاجات اللي بتزود الأكتيفيتي وبتقلل السايد افكت. الأرايل بروبيونيك أسيد دي بقى دي الحاجات اللي كل الناس بتستخدمها بقى في البيوت دلوقتي، وعلشان كده الكلى بتاعت الناس كلها باظت، البروفين بقى والكيتوفان والبايبروفينيد والديكلوفيناك اللي هو البولترين والألفين والأفلام، وكل القصص دي كلها تبع الأرايل بروبيونيك أسيد. تعتبر تقريبا اعلى اكتيفيتي في كل الكلاس بتاعت النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، احنا بنتكلم في الكلاس بتاعت الارايل بروبيولي، هي نفسها ارايل اسيتيك بس حطيت عليها الفا ميثايل. قبل ما نتكلم مع بعض على الامثله بتاعت الارايل بروبيونيك اسيد، تعالوا اكلمكم تاني على الكيتوريلاك، المركب رقم ثلاثه في اللي فات. مركب الكيتوريلاك هو فعليا زي ما انا كنت بشرح لكم دلوقتي، هو بيتعاملوا معاه ان هو ارايل اسيتيك اسيد، بس الكربونه الزياده، الكربونه بتاعت الالفا دي فيوزد في حلقه بيرول، فهو يعتبر ارايل بروبيونيك اسيد. فيعتبر كانه ارايل بروبيونيك اسيد، الكربونه الالفا عندها سي اتش 3 بس داخله جوه حلقه بيرول، عشان كده الاكتيفيتي بتاعته عاليه شويه. فهو تبع ارايل بروبيونيك او ارايل اسيتيك الاثنين صح، او اسيتيك الاثنين صح، يا الدكتور قال عليه هيتيرو ارايل اسيتيك اسيد، بس هو الثاني الكربونه الالفا عليها ميثايل فيوزد في الحلقه بتاعت البيرول. تعالوا نتكلم بقى مع بعض في الامثله، هنتكلم على ثلاث امثله، الثلاثه اسهل من بعض والثلاثه اهم من بعض. هنتكلم على الايبوبروفين، والايبوبروفين دوت اللي هو البروفين. معظم الاطفال او الناس اللي مش كبار قوي بيكتبوا لهم بروفين بعد الباراسيتامول، يفترض ان هو سيف اكتر شويه من الديكلوفيناك والحاجات اللي زي كده. فالبروفين ده ببساطه هو عباره عن ارايل، ادي حلقه البنزين وادي الاسيتيك اسيد، بس الكربونه الالفا بتاعه الاسيتيك اسيد عندها سي اتش 3، فهو ارايل بروبيونيك اسيد. وما بينه وما بين بعض كلمه بروفين لما نشوفها في التسميه دي كده عباره عن ارايل بروبيونيك اسيد، فينايل بروبيونيك اسيد. فالشكل قدامكم دوت هو اللي اسمه البروفين. على البروفين ده بقى هنزود اي بيو، اي بيو اللي هي ايزوبيوتايل. فسي اتش 2 وكربونه طالع منها كربونتين، كربونه طالع منها سي اتش 3 وسي اتش 3. فكربونه طالع منها 2 ميثايل بقت ايزو من اربع كربونات، التوتال اربع كربونات، فبتتكلم على ايزوبيوتايل. فايزوبيوتايل في نايل بروبيونيك اسيد، يبقى انت كده بتتكلم على الايبوبروفين. فالايبوبروفين دوت ارايل بروبيونيك اسيد مع ايزوبيوتايل. سيب نفس المجموعه بتاعت الفينايل بروبيونيك اسيد، ادي الاسيتيك اسيد اهو والكربونه الالفا حطيت عليها سي اتش 3 علشان ازود الاكتيفيتي، هاجي الناحيه الثانيه ونحط بقى حلقه البنزين، نحط مجموعه الكيتون، فسي دبل بوند او مع فينايل، الحلقه اللي هتبقى نون كوبلانر، ساعتها بتطلع الكيتو بروفين.
الكيتوفان والبايبروفينيد وكل العيله دي، فهو عباره عن فينايل بروبيونيك اسيد بس معاها مجموعه بنزويل، فدوت كده هيبقى الكيتو بروفين. طبعا لو بنتكلم بالتفصيل قوي، الكيتو بروفين المفروض ان المجموعه بتاعه الكيتون في المكان الميتا مش في المكان البارة زي ما انا كنت راسم، فالمفروض ان المجموعه بتاعه الكيتون في المكان ده الميتا بالنسبه للبروبيونيك اسيد، ده الاصح بتاع الكيتو بروفين، يفترض الاستراكشرات هنا الثلاثه دول حفظ. طيب المركب اللي بعد كده النابروكسين، هو مش فينايل بقى، هو هيبقى نفسالين، فمجموعه النفسالين السبستيتيوشن عليها هيبقى او سي اتش 3 وعندها مجموعه بروبيونيك اسيد. فالمركب دوت اراي البروبيونيك اسيد هو دي الكربون الالفا في الاسيتك عندها سي اتش 3 بس مع نفسالين، المره دي بقى اسمه النابروكسين. فالخلاصه بتاعت الثلاث مركبات دول ان انا لو حطيت ميثايل على الكربون الالفا في الاسيتيك اسيد بتزود الاكتيفيتي وبتقلل السايد افكت، والكلاس بتاعتك هيبقى اسمها الفينايل بروبيونيك اسيد او الارايل بروبيونيك اسيد. نابروكسين بس الدكتوره اتكلمت على ان الكربونه بتاعته كايره، للاس ايزومر بتاعه مور اكتف، كل الحاجات ديت الكربونه بتاعتهم كايره فالاس ايزومر مور اكتف من اول الكيتوريلاك بكل الثلاثه اللي بعد كده يفترض ان الاس ايزومر هيبقى مور اكتف. تعالوا نتكلم من الورق كده الدنيا ماشيه ازاي. احنا كنا بنكمل على السولينتاك، احنا في كلاس اسمها الارايل اسيتيك اسيد، رابع كلاس في النون ستيرويدال. كنا خدنا اول مركب اتكلمنا عليه في صفحتين طوال على الاندوميثازين، وبعدين عايزين نعدل بقى على الاندوميثازين، ايزوستريزم للاندوميثازين، فشيل الان وحط سي دبل بوند علشان تقلل السي ان اس سايد افكت، شيل الكلور وحط مجموعه سلفينايل علشان تزود الوتر سوليابيلتي، شيل الميثوكسي وحط فلور، ده تغيير كده مش هي لازمه. كده انت بتتكلم على السولنداك، وفي السولنداك الزد كونفيجوريشن مور اكتف او مور بوتنت عن الاي كونفيجوريشن. في الكيميكال نيم مهم البيرنت ان هو اندين 3 اسيتيك اسيد. وانت بتتكلم على بقيه المركبات عندك التولميتين ده للمعرفه بس، يعني مش حفظ ايدنتيفاي بس اعرف شكله، ادي بايرول اسيتيك اسيد ديريفاتيف وخلاص بقيه الاستراكشر مش مهم. كيتوريلاك امتحان اكيد امتحان. والكيتوريلاك في ادي المجموعه بتاعه الارايل وادي الاسيتيك اسيد كربونه ومجموعه الاسيد، طالع منها بقى الفا ميثايل اهي زي البروبيونيك اسيد بس داخله جوه حلقه بايرول. هو يعتبر ان في الفا ميثايل على الاسيتيك اسيد بس فيوزد بحلقه بايرول مع الحلقه الثانيه بقى اللي موجوده، فهو بتقول عليه باللفظ هيتيرو سايكليك اسيتيك اسيد ديريفاتيف، والاس ايزومر في الحاله دي هيبقى مور ده حفظ. نيجي لبقيه الكلاس، المفروض ان دي نقطه تبع الاس اي ار، ان انا لو حطيت الفا ميثايل على الاسيتيك اسيد، الفا ميثايل يعني الكربونه اللي جنب مجموعه الاسيد، لو انا حطيت عليها مجموعه ميثايل فهيبقى بروبيونيك اسيد ديريفاتيف اللي هو ارايل بروبيونيك اسيد ديريفاتيف مور اكتف وليس سايد افكت. على القصه دي ثلاث مركبات الثلاثه حفظ. فالايبوبروفين ادي فينايل بروبيونيك اسيد ديريفاتيف الالفا عندها سي اتش 3 وحطيت عليها ايزوبيوتايل. كيتو بروفين هي نفسها بس حطيت كيتون، حطيت بنزويل بس في المكان الميتا، خد بالك مش في البارة مش قصاد بعض. نابروكسين نفسالين مع البروبيونيك اسيد فدوت اللي فيه مجموعه ميثايل، فبروبيونيك اسيد مع نفسالين وفي ميثوكسي اللي مالهاش لازمه، والاس ايزومر هنا هيبقى مور اكتف. طيب احنا لسه بنتكلم في الكلاس بتاعت الارايل اسيتيك اسيد رقم 7 و8 دول هنتكلم عليهم لوحدهم علشان فيهم حاجتين مهمين. رقم 7 النابيوميتون دوت كانوا بيحاولوا يحلوا المشكله بتاعت الديوال انسلت افكت. احنا اتفقنا ان معظم الحاجات النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري حاجات نون سيلكتيف، فالحاجات دي كلها بتعمل بيبتيك السر، بتزود الافراز بتاع الاتش سي ال، او بتعمل بيبتيك السر، بتعمل قرحه، بتعمل حموضه بديوال انسلت افكت. واتفقنا ان الديوال انسلت افكت دوت حاجتين، اولا لوكال اريتيشن علشان هي اسيتيك ان نيتشر، وثانيا هي بتقلل السنسز بتاع البروستاجلاندين فبتزود افراز الاتش سي ال، البروستاجلاندين الكويسه اللي هي بتاعه الكوكس واحد. فانت لو عايز تعالج المشكله رقم اثنين محتاج تستخدم كوكس 2 انهبيتور، سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور، وده هنتكلم عليه في اخر الحصه. انا بتكلم عن المشكله رقم واحد. عايز تحل المشكله بتاعه اللوكال اسيديتي، المركب نفسه اسيتيك ان نيتشر فبيعمل على طول لوكال اريتيشن. طب ايه رايك ان احنا ناخد مركب من الاول مش اسيتيك؟ يعني هناخد النابيوميتون عباره عن حلقه نفسالين مع الاوميثايل مع مجموعه كيتون كربونتين وسي دبل بوند او سي اتش 3. تاخد بالك كيتون من اربع كربونات، شكل الاستراكشر مهم. مركب دوت هو مركب ما ينفعش يشتغل كمان سترويدال انتي انفلاماتوري لان ما فيش مجموعه اسيتيك. مركب دوت بنعتبره برودراج،
هو مش اسيدك ان نيتشر، فلما بيعدي على الجي اي تي مش هيزود الاسيدتي، مش هيعمل مشاكل في الجي اي تي. جوه بقى الجسم بيحصل له اوكسيديشن وبيتحول للاكتف فورم. الاكتف فورم ان السلسله دي كلها بتتكسر يتفضل منها اسيتك اسيد. فهو الاكتف فورم بتاعته ارايل اسيتك اسيد ديريفاتيف، وعشان كده هو بيشتغل كنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. لكن احنا خدناه من الاول نون اسيتك برو دراج علشان يقلل الدايركت اريجيشن. لسه ما حلتش رقم اثنين، انا لسه بعمل مشكله في البروستاجلاندين الكويسه، لكن على الاقل قللت اللوكال اريتيشن بتاعي باستخدام النابيوميتون. مشكلتي في النابيوميتون ان هو شبه جدا رقم سته اللي قبله النابروكسين، وعلشان كده انا بشرحهم جنب بعض. تعالوا نبص في الورق النابيوميتون دوت مكتوب ازاي. في رقم سبعه احنا بنتكلم على النابيوميتون اللي حواليه المربع الاخضر ده، هو النابيوميتون هو عباره عن نون اسيدك برو دراج علشان يقلل الدايركت اريتيشن. فنفسالين مع اومي ثايل واربع كربونات فيهم مجموعه كيتون، فهو اصلا برو دراج نون اسيدك، لازم يحصل له ميتابوليزم علشان يديني الاكتف اسيد فورم. اهم حاجه في التسميه البيرنت 2 بيوتانول، فالبيرنت هنا على كيتون، هو الوحيد في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري للتسميه بتاعته على كيتون. ركز بقى في الاكتف فورم، لما بيتاكسد بنشيل كربونتين وبيتحول لارايل اسيتيك اسيد. الله، هي الاكتف فورم دي هي نفسها بتاعت النابروكسين؟ لا، نابروكسين هو نفسه بس في ناي بروبيونيك اسيد ديريفاتيف. فخد بالك ان الاثنين شبه بعض، نفس النفسالين ونفس الميثوكسي ونفس كل حاجه، بس الاكتف فورم بتاعت النابيوميتون ارايل اسيتيك اسيد، نابروكسين هو اكتف، هو مش برو دراج بس ارايل بروبيونيك اسيد. فخد بالك ان الاستراكشرين شبه بعض. تعالى بقى نتكلم على المعلم بقى، الديكلوفيناك. ثلاث ارباع المسكنات اللي موجوده في الصيدليات اللي الناس بتستخدمها او تي سي كده، اللي هو هات لي حبايه كذا، هات لي حقنه كذا، هتلاقوها ديكلوفيناك في الاخر. القصه في الديكلوفيناك ان هو ستراكشرال ريليتد لكلاسيك، كانه شغال بميكانيزمين، يعني كانه بيشتغل ككوكس انهبيتور بميكانيزمين غير بعض، فالاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا. هو الوحيد تقريبا اللي الانتي انفلاماتوري بتاعته ضعف الاندوميثازين والانالجيسك والانتي بايريتك ست مرات قد الاندوميثازين، ده الاكتيفيتي عاليه جدا اكتر حتى من الريفرنس كومباوند، اعلى في الانتي انفلاماتوري واعلى في الانالجيسك والانتي بايريتك، ده مركب زي الفل. ايه القصه بتاعت الديكلوفيناك ويعني ايه اللي هو ستراكشر ريليتد لمجموعتين؟ ركز كده معايا، الكلام سهل جدا بس ركز معايا علشان اسهل على نفس الشرح اللي جاي بعد. واحنا بنتكلم في ديكلوفيناك، ديكلو جايه من داي كلور، فهو هيبقى فيه مجموعتين كلور. مركب دوت عباره عن ارايل اسيتيك اسيد ديريفاتيف في حلقه بنزين وكربونه ومجموعه اسيد، فهو خلاص ارايل اسيتيك اسيد ديريفاتيف. بس تكمله الاستراكشر هنحط ان اتش وحلقه بنزين عندها 2 كلور. اهم حاجه في الديكلوفيناك في الامتحان المكان بتاع مجموعتين الكلور، مجموعتين الكلور لازم يكونوا الاثنين اورثو. الفكره ان مجموعتين الكلور اللي عند الاورثو دول هيعملوا ستريك هندرانس، ولما بيعملوا ستريك هندرانس هيخلوا الحلقتين نان كوبلانر. تاني حته مهمه قوي قصه النان كوبلانر دي، فلما الحلقتين يبقوا نان كوبلانر مع بعض هيديني الماكسيمم انتر اكشن مع الكوكس انزايم. فتاني الهدف هنا ان الاثنين كلور ما ينفعش اثنين ميتا، ما ينفعش واحده اورثو وواحده بارا، لازم الاثنين دول عند الاورثو. ليه لازم الاثنين عند الاورثو؟ عشان يعملوا زحمه فيعمل لي الماكسيمم فيتنج مع الريسبتور او الكوكس انزايم في الحاله دي. طب ايه قصه ان الديكلوفيناك داخل في كلاسين؟ احنا المفروض ان الكلاس اللي احنا بنتكلم عليها لحد دلوقتي هي ارايل اسيتيك اسيد، وهو تبع الارايل اسيتيك اسيد. لكن في كلاس كمان رقم خمسه اللي لسه هنبدا فيها دلوقتي اسمها الانثرونيليك اسيد ديريفاتيف. وكلمه انثرونيليك اسيد في الكيمياء عباره عن حلقه بنزين عندها مجموعه سي او اتش ومجموعه ان اتش. فالمركب بتاعي لو في مجموعه اسيد وجنبها ان اتش ده بيتسمى انثرونيليك اسيد. فالديكلوفيناك بنزين مع اسيتيك اسيد فارايل اسيتيك اسيد، وفي نفس الوقت شبه الانثرونيليك اسيد، فتاني كانه شغال بميكانيزمين، هو بيحاولوا بس يفسروا هو ليه الاكتيفيتي بتاعته عاليه قوي كده. فهو تبع الكلاس بتاعت الارايل اسيتيك اسيد الكلاس رقم اربعه، لكن كمان هيبقى تبع الكلاس رقم خمسه اللي هي الانثرونيليك اسيد ديريفاتيف. تعالوا نتكلم على الديكلوفيناك، كلام سهل ومهم في نفس الوقت. فاتفقنا الاكتيفيتي عاليه جدا، اتفقنا ان هو تبع كلاسين، ارايل اسيتيك اسيد الكلاس اللي انا بتكلم عليها، وانثرونيليك اسيد ديريفاتيف الكلاس اللي جايه، ستراكشر لازم حفظ. هو ارايل اسيتيك اسيد مع ان اتش وحلقه بنزين عليها 2 كلور، لازم الاثنين اورثو، لازم 2 و6 داي كلور. لو رقمنا 1 2 3 4 5 6 فلازم الاثنين اورثو. ليه؟ علشان تخلي مجموعه الفينايل نون كوبلانر مع الفينايل اسيتيك اسيد، وده الماكسيموم فيتنج مع الريسبتور بتاعي.
كده احنا خلصنا الكلاس المهمه، الكلاس الكبيره قوي، كنا بنتكلم على الاراي الاسيتيك اسيد. تعالوا نتكلم في الكلاس رقم 5 الانثرونيليك اسيد. هي ما فيهاش غير كلمه صغيره، يعني هو السؤال فيها سؤال سهل قوي. واحنا بنتكلم في الكلاس رقم 5 في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري بنتكلم على الانثرونيليك اسيد ديريفاتيف. وفي الانثرونيليك اسيد ديريفاتيف هنتكلم على حلقه بنزين فيها مجموعه اسيد وفيها ان اتش. خد بالك هو مش قرايل اسيتيك اسيد، مفيش كربونه في النص، ودايما الان اتش ديت بعدها حلقه بنزين، فدوت كده الاستراكشر الاساسي ان حلقتين البنزين دول يبقوا موجودين علشان الاكتيفيتي بتاعته تبقى اكتيفيتي كويسه. على القصه ديت هيبقى عندي استراكشرين، انا هرسم لك الاستراكشرين وتعالوا نتكلم في نقطه صغيره مع بعض. الاستراكشر رقم واحد اللي هو الميثناميك اسيد اللي هو اول واحد من المجموعه ديت، الحلقه اللي تحت عندها مجموعتين ميثايل، ماشي ده مركب مش مهم قوي. مركب رقم اثنين اللي مهم جدا اسمه الميكلوفيناميك اسيد، في مجموعه ميثايل تحت مش مهمه لكن في مجموعتين كلور عند المكان الاورثو. اهم حاجه عند الدكتوره هنا واهم سؤال بيتكرر في الامتحانات ان المركب رقم اثنين اكتر في الاكتيفيتي جدا من المركب رقم واحد، حوالي 25 مره، 25 ضعف مور اكتيفيتي. ليه الاكتيفيتي عاليه جدا كده؟ بسبب مجموعات الكلور ستريك هندرانس، فتخلي الحلقتين نون كوبلانر، فماكسيموم انتراكشن، نفس الهبل اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. ده تاني اهم حاجه هنا ما بين الميكلوفيناميك اسيد والميثناميك اسيد، ان الميكلوفيناميك لازم يكون مور اكتيف علشان الاثنين كلور اللي موجودين. برضو علشان انا الكلام ده انا شخصيا الكلام ده بيلخبطني، فوانت بتذاكر الميكلوفيناميك اسيد المهم ده شبه جدا الديكلوفيناك اللي فات. تعالوا ارسم لكم الديكلوفيناك. واحنا بنتكلم على الديكلوفيناك عايزك تفتكر كده، علشان كده انا بشرح بالطريقه دي، عايزك وانت بتذاكر تفتكر ان الديكلوفيناك كان قرايل اسيتيك اسيد، الاساس ان هو قرايل اسيتيك اسيد. هو الزياده ان في مجموعه ان اتش مع حلقه بنزين عندها 2 كلور، هو ديكلو وداي كلورو. فانا بالنسبه لي ان الفرق ما بين الديكلوفيناك والميكلوفيناميك اسيد المركب اللي هنتكلم عليه دلوقتي ان انا شلت السي اتش 2 دي بتاعت القرايل اسيتيك اسيد وحطيتها على حلقه البنزين. فتاني دي ميثايل زياده في الميكلوفيناميك اسيد اللي في الصفحه ديت ما كانش موجود في الصفحه اللي فاتت، واللي فات كان فيه هنا سي اتش 2، فكاننا شلت السي اتش 2 من هنا وحطيتها على حلقه البنزين. فتاني لازم تاخد بالك من الفرق في الاستراكشرات لان الكلام دوت بيتوه في الامتحان. تعالوا نتكلم على خامس كلاس في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وبنتكلم على الانثرونيليك اسيد. ده من الحاجات اللي بتعمل انهبيشن البروستاجلاندين، كلهم انهبيشن البروستاجلاندين، فالحته اللي حواليها الدايره دي هي الانثرونيليك اسيد. دايما بعدها حلقه بنزين، لو اتنين كلور، لو اتنين ميثايل بقى ميثناميك اسيد، لو ميثايل وكلور بقى ميكلوفيناميك اسيد، والميكلوفيناميك اسيد ده اللي مهم قوي في اتنين كلور عند الاورث. فرقم اتنين الميكلوفيناميك اسيد مور بوتنت 25 مره، طبعا الرقم مش مهم، بس مور بوتنت عن رقم واحد علشان الاتنين كلور والنون كوبلانر والقصه دي كلها. بتقول لي لو عملت سبستيتيوشن على الانثرونيليك اسيد الاكتيفيتي بتقل، يعني لو جيت على حلقه البنزين اللي لفوق حطيت ميثايل بتقلل الاكتيفيتي، حطيت كلور بتقلل. انا عايز الانثرونيليك هي زي ما هي كده فاضيه، اخرها السي او اتش والان اتش. لو حطيت سبستيتيوشن على الاذر ارايل ممكن تزود او تقلل بقى، زي السي اتش 3 زي الكلور ممكن تزود الاكتيفيتي ممكن تقلل الاكتيفيتي، ملهاش منطق قوي. لكن ما ينفعش تحط سبستيتيوشن على الحلقه اللي لفوق بالاخر، الحلقه اللي فوق سيبها فاضيه، الحلقه اللي تحت اعمل فيها اللي انت عايزه. بتقول لي ان ال NH essential للاكتيفيتي، من غير NH مش هيبقى انثرونيليك اسيد، فهو علشان يبقى انثرونيليك اسيد لازم NH. فلو بدلتها ب O او NCH3 يعني حتى لو شلت الاتشاي او N acetyl لو شلت الاتشاي الاكتيفيتي بتقل جدا، اسهم كتيره جدا بالكتابه هتبقى greatly decrease الاكتيفيتي او reduce الاكتيفيتي او abolish الاكتيفيتي، بتقلل جدا لدرجه ممكن اقول ان هو inactive خالص، فبتقلل الاكتيفيتي بتاعتي جدا. فالN والH essential للاكتيفيتي علشان يبقى انثرونيليك اسيد. فده بالنسبه للكلاس رقم 5. تعالوا بقى نكمل كلامنا على الكلاس رقم 6، والكلاس رقم 6 هي كمان مهمه في الامتحان وعليها وش كتير وتسميات وبريباريشن وعك كتير كده. قبل بس ما نتكلم على الكلاس رقم 6 تعالوا نفتكر مع بعض ايه الكلاسز اللي احنا قلناها لحد دلوقتي. اول حاجه اتكلمنا على الساليسيليك اسيد الاسبرين واخواته. تاني حاجة اتكلمنا على الانيلين الباراسيتامول. تالت حاجة البيروزوليدين دايون المركب اللي كان فيه اسيتك هيدروجين. رابع حاجة اتكلمنا على الارايل اسيتك اسيد الكلاس الكبيرة جدا بالرغي بتاعها بالانواع المختلفة والارايل بروبيونيك اسيد والقصة دي. اتكلمنا على الانثرونيليك اسيد.
من اول الكلاس رقم 6 والكلاس رقم 7 في اخر الحصه خالص. في الكلاس رقم 6 بنتكلم على الاوكسي كام، وفي الكلاس رقم 7 هنتكلم على السيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. الكلام اللي هقوله ده فارما اكتر من كيمياء، يعني بتوع الكيمياء ما بيركزوش على القصه دي، بس الاوكسي كام بيقولوا عليه سبيسيفيك كوكس 2 انهبيتور. هو مش سيلكتيف، هو مش بيقفل الكوكس 2 بس بيشتغل على الكوكس 2 اكتر بكتير جدا ما بيشتغل على الكوكس 1، فيفترض ان هو اقل في السايد افكت، في الجي اي سايد افكت، وعلشان كده هي كلاس مهمه في الاستراكشر، مهمه ان انا افهم الاس سي ار بتاعتها، مهمه في الامتحان، هتلاقوا عليها اسئله كتير جدا من اسئله الامتحانات، فده بالنسبه للاوكسيكام. وفي الاخر خالص هنتكلم بقى لو عايز تعمل سيلكتيف كوكس 2 شغال بس على الكوكس 2، فالاوكسيكام شغاله كوكس 2 اكتر من كوكس 1، لكن اللي بعد كده بقى رقم 7 تبقى شغاله كوكس 2 بس، مش شغاله اصلا على الكوكس 1. تعالوا نبدا اللعبه بتاعتنا بايه قصه الاوكسيكام، يعني ايه اصلا اوكسيكام؟ انا عايزك تحفظ معايا. وانت بتتكلم في الاوكسيكام احنا بنتكلم على حلقه بنزين وجنبها حلقه سداسيه فيها اس وجنبها ان، فهو الاساس بتاعي بنتكلم على بنزو وبنتكلم على ثايازين. ايه ثايازين دي يا عم بالراحه عليا؟ اين سداسيه وثايا ازا علشان الاس والان، والثايازين دي عند واحد واثنين، لازم تكون الاس عند واحد ولازم تكون الان عند رقم اثنين، فانت بتتكلم على بنزو واحد واثنين ثايازين، ده بدايه الكلام، ده فتحه كده الكلام بتاعي، الواحد واثنين بنزو ثايازين. علشان تكمل الاستراكشر الاس رقم واحد عندها اثنين دبل بوند او، ماشي حاجه مش مهمه قوي، داي اوكسو في التسميات كمان شويه. الان رقم اثنين عندها مجموعه ميثايل، هنقول ان مجموعه الميثايل دي بتزود الاكتيفيتي، في الجنرال استراكشر مكتوبه ار في الورق، لكن هي بعد كده كلهم دايما هيبقوا ميثايل. رقم ثلاثه عليها برانش هتكلم عليه لوحده، بس ما بين ثلاثه واربعه في دبل بوند واربعه عندها او اتش. اهم حاجه في المركب دوت، بداية الكلام المهم في المركب دوت، إن ما بين 3 و4 يبقى عندك دبل بوند، ورقم 4 عندها مجموعة او اتش، ودي اللي احنا بنسميها مجموعة اينول. اينول جاية من اين دبل بوند مع الاول اللي هو الاو اتش، ومجموعة الاينول دي هي المجموعة الاسيدك. ما تنساش إن احنا علشان نعمل نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، أنا محتاج حاجة أروماتيك ماشي، عندك حلقة البنزين بس محتاج اتشات اسيدك، وما عنديش هنا كربوكسيليك اسيد. فالاتش الاسيدك هنا هي الاتش بتاعت الانول، فالاتش بتاعت الانول دي هتبقى حاجة مهمة جدا. فلازم الاس الأولانية 2 دبل بوند او، الان رقم 2 الميثايل بتزود الاكتيفيتي، 3 عليها برانش هتكلم عليه لوحده دلوقتي، بس ما بين 3 و4 دبل بوند و4 او اتش، الحتة دي مهمة جدا، حتة الانول دي هتبقى اسينشال للاكتيفيتي. كمل بقى على بعد رقم 3 ايه اللي هيبقى موجود، وبعد رقم 3 عندك مجموعه امايد، بتتسمى امايد، كربوكس امايد، وايل امايد كمان شويه، بس لازم يكون عندك مجموعه امايد. بعد مجموعه الامايد دي هيبقى عندي مجموعه ارايل. الارايل دي ممكن تبقى حلقه البنزين، شغاله حلقه البنزين، بس الاحسن منها، ركز قوي في اللي هقوله، تبقى حلقه هيتيرو والان عند رقم 2 في حلقه الهيتيرو، يعني انا لو برقم من عند الامايد ادي 1 ادي 2، الان هتبقى في المكان الثاني. فالهيتيرو والان عند رقم 2 في الهيتيرو بتزود الاكتيفيتي بتاعتي. فانا تاني اتكلمت على الحلقه الاساسيه حلقه البنزين مع الحلقه السداسيه اللي فيها اس وان عند 1 و2 بنزو، 1 و2 ثايازين. واحد عندها اثنين دبل بوند او، اثنين عندها ميثايل، ثلاثة واربعة دبل بوند واربعة عندها الاو اتش، وحتة الانول مهمة علشان دي الحتة الاسيدية. رقم ثلاثة عندها مجموعة امايد، وبعد الامايد الهيتيرو احسن من البنزين، احسن من الفينايل العادية، وفي الهيتيرو عايز دايما يبقى فيه ان عند رقم اثنين. من الاخر كده علشان اريحكم احنا هناخد مركبين. مركب اسمه البيروكسيكام من البايريدين، ومركب اسمه الميلوكسيكام هيبقى فيه ثيازول، حلقة خماسية فيها اس وان. فدوت كده اللي هتبقى ماسكه في الامايد بتاعك. فتاني ادي الثيازول اهو، هتبقى الان بتاعتك عند رقم 2 من ناحيه الامايد. فلازم يبقى في حلقه هيتيرو احسن من الفينايل، والان هتبقى عند رقم 2 في حلقه الهيتيرو. اخر حاجه قبل ما نبص على الكلام دوت في الورق، الان اتش بتاعت الامايد دي مهمه جدا للاكتيفيتي، الان اتش ديت اسينشال للاكتيفيتي. لو ال ان اتش تي حطيت عليها ميثايل اكتيفيتي بتقل جدا او بتابولش في الحاله دي، ال ان اتش دي مهمه قوي علشان تحافظ على الاينول فورم، هيبقى ليها رسمه كمان شويه مش مهمه قوي، بس ال ان اتش دي اسينشال للاكتيفيتي، لو عليها ميثايل يفترض ان المركب دوت ما بيشتغلش اصلا. فتاني كل الاستراكشر بتاع الاوكسيكام مهم، وكل نقطه فيها هنتكلم عليها بالتفصيل، وعندي مركبين حفظ، البيروكسيكام اللي فيه البايريدين، والميلوكسيكام اللي فيه حلقه الثيازول او الميثايل ثيازول السي اتش 3 دي بمجموعه
ميثايل موجودة عندنا. تعالوا نقرا مع بعض كده في رقم 6 ايه قصه الاوكسيكام وبعد كده نكمل كلامنا. انالجيسيك انتي انفلاماتوري ماشي معظمهم بالطريقه دي. هو القصه هنا ان هو مش انتي بايوتيك، محدش بياخد فيلدين ولا سوليد ولا بتاع عشان عنده سخونيه، هو بيستخدم مينلي كانالجيسيك وانتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري. احنا بنتكلم على حلقه بنزين مع حلقه سداسيه فيها اس وان عند واحد واثنين، الاس عندها 2 دبل بوند او، هتلاقيها هنا مرسومه سنجل بس بقيه الرسومات مرسومه دبل، ف2 دبل بوند او، الان رقم 2 عندها ار غالبا هتبقى ميثايل، دايما هتبقى ميثايل، 3 عندها سبستيتيوشن هرجع له دلوقتي. ما بين 3 و4 دبل بوند و4 او اتش، حته الانول دي مهمه جدا للمركب بتاعي. رقم 3 عندها مجموعه امايد والان اتش بتاعه الامايد دي اسينشال للاكتيفيتي، وبعد الامايد هيبقى عندي ار بقى لازم تكون حاجه اروماتيك الار اللي على الجنب دي. على القصه ديت الاس سي ار الجزء اللي فوق ده يتقال عليه اس سي ار والجزء اللي تحت كمان، يعني كل الكلام ده اس سي ار بس الجزء اللي فوق اس سي ار كانه شرح للمركب بتاعي. فالانوليك او اتش اللي هي المجموعه اللي عند رقم 1 دي الاو اتش اللي على الدبل بوند، الانوليك او اتش هو الاكتف فورم تاني لانها اسيدك، ده اللي بيخلي المركب يشتغل اصلا. وعلشان نزود الاستابيليتي بتاعت الانوليك ويتش احنا محتاجين يبقى في امايد عند الكربونه الثالثه، فلازم رقم ثلاثه تبقى سبستيتيوتد بامايد. مش بس كده، لازم الامايد دوت يبقى عنده مجموعه ان اتش، فالان اتش بتاعت الامايد دي مهمه جدا للاكتيفيتي، لو الاتش بتاعت الامايد ريبليست بميثايل هتابولش. في سؤال من الاسئله هنشوفه مع بعض، الدكتوره ما جابتش في الاختيارات ابولش بس جابت في الاختيارات ديكريز، فهو ديكريز او ابولش يعني ايا كان، لو الاختيار مكتوب فيه ابولش يبقى انا هختار ابولش، لو ما فيش يبقى انا ديكريز. مهم ان الان اتش بتاعت الامايد دي مهمه جدا، لو بدلها سي اتش 3 هتابولش او هتديكريز الاكتيفيتي. الار اللي على الجنب ديت غالبا بتبقى هيتيرو سايكل، مش اي هيتيرو سايكل، انا عايز الان عند رقم 2 بالنسبه للامايد زي ما رسمنا البايريدين والثيازول، والار 1 اللي تحت دي بقى غالبا هتبقى ميثايل. نفس الكلام مجموعه الكربوكسامايد او الامايد لو عليها ارايل شغال، ارايل هنا مقصود بيها فينايل حلقه بنزين فاكتف عادي، لكن لو هيتيرو هتبقى احسن، فالهيتيرو اكتر في الاكتيفيتي من الارايل، ده بيزود الاكتيفيتي عن الاندوميتازين. الان 2 عندها ميثايل بتزود الاكتيفيتي ونفس الكلام، فالميثايل بتزود الاكتيفيتي والهيتيرو ارايل احسن من الفينايل والاثنين احسن من الاندوميتازين، يعني اي ارايل عند المكان دوت احسن من الاندوميتازين، الهيتيرو بقى احسن من الفينايل العادي. نقطة رقم 3 فيها رقم، فقلنا الارقام مش مهمة، البنزو والثيازين اللي هو البي تي اي بتاعته مش عارف ايه دي مش مهمة قوي. تعالوا نتكلم بقى على الاستراكشرات، هنتكلم على البيروكسيكام والميلوكسيكام والاستراكشرين حبس. وللناس اللي مركزه معايا هما الاثنين نفس الاستراكشر، ما هو حلقه البنزين مع الحلقه السداسيه اللي فيها اس وان، واحد عندها 2 اس او 2، 2 عندها مجموعه ميثايل، 3 عندها مجموعه الامايد، 3 و4 الدبل بوند و4 الويتش، كل الجنرال استراكشر واحد، فرق في الهيتيرو. فبايريدين الان عند رقم 2 او الثيازول الان برضو عند رقم 2، بس خد بالك الثيازول عندها ميثايل عندها سي اتش 3. الرسمه الثانيه دي مش حفظ، السبيتر ايونيك فورم بتاعه الميلوكسيكام مش حفظ، بس هي الدكتوره عايزه توضح لي ايه؟ عايزه توضح لي اهميه الان اتش. ككلام نظري هي بتقول لي ان الاتش اللي على الان بتزود الاستابيليتي بتاعه الانوليك او اتش، فالاتش اللي الفوق دي بتعمل هيدروجين بوند بتوصل ما بين الان والاو فبتحافظ على الاستابيليتي بتاعه المركب، فده الشكل بس علشان تفهم اهميه ان الان لازم يكون عندها اتشيه، لو مش عندها اتشيه هتبقى ابولش زي ما احنا لسه قايلين من شويه، بتقلل جدا او بتابولش الاكتيفيتي بتاعتك، فده بس عشان توضح لك الاهميه بتاعه الان اتش عامله ازاي. تعالوا نتكلم على الدراج ريسبتور انتر اكشن وفي رسومات وبتاع. هنا اهم حاجه اللي غالبا هتسالوا فيها في الامتحان هو السطر النظري، ان الاوكسيكام البيروكسيكام والميلوكسيكام بيشتغلوا على الكوكس 2 انزيم، هو احنا اتفقنا ان هو سبيسيفيك شغال اكتر على الكوكس 2 انزيم عن طريق تو ووتر ميديتد نتورك، فهو في 2 ووتر مولكيول، فهو بيمسك في الريسبتور في الكوكس انزيم في الكوكس 2 انزيم عن طريق 2 ووتر مولكيول، ففي ووتر مولكيول موصل هما بين الواي والار، الواي اللي هي التيروزين والار اللي هو الارجينين، فالدواء هيمسك في التيروزين والارجينين اللي على الريسبتور نفسه او على الكوكس نفسه عن طريق ووتر. انا ما اعتقدش ان الرسومات نفسها مهمه، هتكلم على الرسمه دي دلوقتي، بس انا اهم حاجه بالنسبه لي ان الاوكسيكام بيروكسيكام او ميلوكسيكام بيشتغلوا عن طريق تو ووتر ميديتد نتورك. جيب لكم في الامتحان بقى ان مثلا الديكلوفيناك او الاندوميثازين بيشتغل عن طريق تو ووتر ميديتد نتورك، غلط. الاوكسيكام بتشتغل عن طريق 3 ووتر ميديتد، فهي الحاجات الصغيره دي، فالاوكسيكام تو ووتر ميديتد مش عارف، بس خلص الفيلم على كده. فتاني الرسمه الثانيه ديت مش موضحه فيها جزء الميه الثاني، بس في جزء ميه اهو متوصل ما بين التيروزين والارجينين ده اللي تحت،
ده اللي في الرسمه ديت مرسوم لتحت، وفي الاو اتش ديت بتمسك هيدروجين بوند مع السيرين امينو اسيد، ده اللي الدكتوره اتكلمت عليه في المحاضره. فتاني ده مجرد رسم دراج ريسبتور انتراكشن. انا اعتقد اهم حاجه هنا في قصه تو ووتر ميديتد نتورك. على القصه دي بقى احنا اتكلمنا على مركبين، اتكلمنا على البيروكسي كام وعلى الميلوكسي كام، وهنزود عليهم الدروكسي كام. دوت مهم جدا في الامتحان، مش موجود في الكتاب وعشان كده هو زياده فلازم هيجي لكم في الامتحان. سيبك من الدروكسي كام دوت دقيقه، تعالوا نتكلم على البيروكسي كام والميلوكسي كام. دكتوره بتكلمني على البيروكسي كام بتشرح الكيميكال نيم بالتفصيل، وبتيجي على الميلوكسي كام تشرح البريباريشن بالتفصيل. خدوا بالكم ان الاستراكشرين شبه بعض، هو يعني احنا اتفقنا ان البيروكسي كام والميلوكسي كام الاثنين حاجه واحده، الفرق ما بين البايريدين وحلقه الثيازون. فالبريباريشن اللي هنشرحه على الميلوكسي كام يمشي على البيروكسي كام، تسالك على البيروكسي كام عادي في الامتحان، هما الاثنين شبه بعض. التسميه اللي هنقولها على البيروكسي كام تمشي، فاللي انا عايز اقوله لكم هي بتشرح لده كيميكال نيم وبتشرح لده سينسز، بس انا عليا الكيميكال نيم بتاع الاثنين والسينسز بتاع الاثنين، لان هما الاثنين فعليا شبه بعض. لو هنتكلم على الكيميكال نيم، اهم حاجه في الكيميكال نيم دوت اللي هو بيجي عليها السؤال في الامتحان، ان هو عباره عن بنزو اي 1 و2 فايازين. يعني هي اللعبه كلها في البيض. فاتفقنا ان هو بنزو وفايازين اين حلقه سداسيه مش حلقه خماسيه، فهو لازم فايازين. الاس والان عند 1 و2 فلازم 1 و2 فايازين، مش 2 و1 مش 4 و10، هو 1 و2 الاماكن بتاعتي عند 1 و2. الاي دوت هو الحرف، ده مش مهم قوي لو احنا هنفتكر بس مع بعض، بس انا بالنسبه لي تاني هو حفظ. الاي هنا لو انت عايز تمشي عليها انا بمشي من الاس ناحيه الان، فالحرف الرابطه الاولانيه اي، ادي بي ادي سي ادي دي، في حلقه البنزين ماسكه بالرابطه الاي على الفايازين. فبنزو اي 1 و2 فايازين، احفظ يبقى انت خلصت من التسميه. بس فبنزو اي 1 و2 فايازين دوت اهم حاجه في التسميه بتاعتك. بقيت بقى التسميه هو كلام عادي وما بيتغيرش في الامتحانات، يعني 2 ميثايل 1-1 داي اوكسو اللي هي الدبل بوند، ان 2 بايريدايل ساعات بتكتبها في الاول وساعات بتكتبها في الاخر، بايريدين امايد فبايريدين ماسك في الامايد، 4 هيدروكسي اللي هي الاو اتش، 2 اتش اللي هو الساتوريشن. مش كل الكلام دوت كلام عبيط، ارجع اقول لك تاني اهم حاجه في الموضوع البايريدين لو كتبتها في الاخر بتكتبها بايريدين 2 وايل امايد، على اساس ان هو بايريدين ماسك في مجموعه امايد، فبايريدين 2 وايل امايد بايريدين ماسك على مجموعه امايد. ماشي، مش قصتي خالص، انا اهم حاجه الحته دي، احفظ لي الحته دي اللي خلصت خلاص. فبنزين بنزو اي 1 و2 فايازين على بايريدين، يبقى انت بتتكلم في البيروكسي كام، والبيروكسي كام بيستخدم في روماتويد ارثريتس في علاج الروماتيزم. ميلوكسي كام هيبقى زيه بالظبط، بس الفرق ان في 5 ميثايل ثيازول، 5 ميثايل ثيازول 2 وايل، حلقه ثيازول ماسكه من عند رقم 2. وخد بالك ان في الحلقه بتاعت الثيازول لازم ميثايل، عشان هتلاقوا سؤال في مره الدكتوره سالت جابت نفس الاستراكشر من غير الميثايل، قلت لك ده ميلوكسيكام ولا لا؟ فلا هو مش ميلوكسيكام، هو يشتغل زيهم الميثايل مالهاش اي علاقه بالاكتيفيتي، يعني يشتغل كاوكسيكام ديريفاتيف، يشتغل كنون استرويدال انتي انفلاماتوري، بس مش اسمه ميلوكسيكام، هو اكتف من غير الميثايل، اكتف من غير الميثايل، بس مش اسمه ميلوكسيكام، ميلوكسيكام لازم فايازول ولازم ميثايل. فهو التسميه بتاعته هيبقوا زي بعض بالظبط، بس هيبقى فيه مجموعه فايازول. نيجي للدروكسي كام اللي انا بقول لكم عليه مهم، ده غالبا هيبقى ايدنتيفاي. الدروكسي كام في الاخر هو برو دراج من البيروكسي كام. كل اللي حصل في الدروكسي كام دوت ان انا وصلت مجموعه الامايد بالاو اتش بسي دبل بوند، فهنا الان اتش دي هي دي. خد بالك المركب مقلوب، فادي حلقه البنزين والثيازين وادي رقم 1 وادي 2 عندها الميثايل وهكذا، المركب مقلوب فدي 3 ودي 4، فالاو اتش بتاعت رقم 4 مع الان اتش بتاعت الامايد عاملين برو دراج ماسكين بالسي دبل بوند او، والزياده بس السي دبل بوند او دي، فالسي دبل بوند او موصله ما بين الاو اتش، الاو بتاعت الاو اتش والان بتاعت السايد تشين، ده كده الدروكسي كام. فالدروكسي كام هو برو دراج من البيروكسي كام، لازم يتحول جوه الجسم للبيروكسي كام، الهدف منه ان هو بيزود الووتر سولابيليتي ويقلل الريتيشن ونفس الرحلة. فتاني البيروكسي كام التسميه بتاعته مهمه، البرو دراج بتاعه كمان مهم. تعالوا نتكلم على السنسز بتاع الميلوكسي كام، وجه في امتحانات كتيره جدا، وزي ما بقول لكم في الاخر انا بحط حلقه الهيتيرو، فممكن تقول لك في الامتحان اكتب البريباريشن بتاع البيروكسي كام، هي نفس الخطوات، نفس الخطوات بالظبط، ادي 1 ادي 2 ادي 3، هتختم الاختلاف برقم 4 بس، حلقه الهيتيرو بس اللي في رقم 4 هي اللي متغيره. بريباريشن مهم ان انت تكتب، اكتب في الامتحان اتكلم على البريباريشن بتاع الميلوكسي كام، فانت هتكتبه من اوله لاخره. وتاني حاجه مهمه، البدايه، البدايه بتاعه التحضير ده هيبقى من مركب اسمه السكري.
مركب السكرين والسكرين بوتاسيوم سخافته ان هو عباره عن حلقه بنزين مع حلقه خماسيه. احنا عايزين نوصل لحلقه سداسيه في الاخر، بس انا ببدا بحلقه بنزين عندها حلقه خماسيه فيها مجموعه اس دبل بوند او دبل بوند او، ومن فوق دبل بوند او عاديه، وفي النص هيبقى عندك ان سالب ان كي علشان يبقى اسمه السكرين بوتاسيوم. ده تاني انا ببدا في الاول خالص بمركب السكرين اللي فيه اس دبل بوند او دبل بوند او وان ودبل وسي دبل بوند او عاديه، فانا ببدا بحلقه بنزين مع حلقه خماسيه. وخد بالك من شكل السكرين زي ما شفته كده في اسئله الام سي كيو، تروح جايبه لك المركب ده وتقول لك داخل في تحضير ايه؟ فده داخل في تحضير الميلوكسيكام. طبعا الميلوكسيكام والبيروكسيكام، بس هو السؤال بيبقى فيه اختيارات، فهو داخل في تحضير الميلوكسيكام. اول خطوه في التحضير ان احنا هنتفاعل مع سي ال2 سي اتش2 واستر. فاحنا كل اللي هنعمله هنشيل الكي مع السي ال، فاول خطوه بس هندخل مجموعه الاستر. احنا برضو بعد ما هنخلص هنحاول نجيبه من الاستراكشر الاخراني، بس انا دخلت السي اتش2 ومجموعه الاستر. هي اصعب خطوه في الموضوع الخطوه رقم 2 الجابريال كولمان ري ارنجمنت، ده عباره عن رينج انلارجمنت. مش مهم قوي الاسم يعني، يا دكتوره ما ركزتش على موضوع الجابريال كولمان، بس ما بيني وما بينكم كده عايزكم تركزوا معايا عشان تفهموا ايه اللي حصل. في التفاعل دوت انا هدخل الكربونه جوه الحلقه وهدخلها فوق ما بين الان والسي دبل بوند او. ارسم معايا رسمه مش في الورق، انا برسمها للباك. ادي حلقه البنزين وجنبها هيبقى حلقه سداسيه فيها اس دبل بوند او دبل بوند او زي ما هي، فيها ان هيبقى عندها ان اتش، فيها الكربونه اللي عندها مجموعه الاستر، وفيها مجموعه السي دبل بوند او. فانا كل اللي عملته في حاجه زي كده كان انا دخلت الكربونه بتاعتي، الكربونه اللي هي السي اتش 2 دي هي اللي دخلتها جوه الحلقه عشان تعمل لك رقم 3، والان بقى عندها ان اتش. طبعا لو حد خد باله هتلاقي ان الرسمه دي مش موجوده في الورق. الدكتوره بتيجي عند الخطوه رقم 2 وبتعمل حاجتين في نفس الوقت، اولا بتدخل الكربونه بتعمل رينج انلارجمنت، وثانيا بتعمل توتوميريزم. رقم 3 دي عندها اتش، هنشيل الاتش ونعمل دبل بوند ونفك الرابطه على الاو تبقى الاو اتش. ففي نفس الخطوه دي الدكتوره بتعمل التوتوميريزم علشان توصلني الشكل الانول، لان الانول هو اهم حاجه. فانا هوصل المركب فيه دبل بوند مع او اتش، ادي مجموعه الاستر بقى زي ما هي، وادي الان عندها اتش، وادي الاس دبل بوند او دبل بوند او. فتاني المركب اللي مرسوم في الورق ده مش مرسوم. بعد الخطوه رقم 2 هو دوت المركب اللي مرسوم. فالمركب اللي مرسوم في الورق فعليا هو بعد خطوتين مش خطوه واحده. انا دخلت الاول الكربونه جوه الحلقه، وثانيا عملت التوبريز، شلت اتش وعملت مكانها دبل وفكيت الرابطه على الاو تبقى او اتش. لو وصلت للمركب ده خلاص بقيه الكلام هيبقى سهل قوي، لان الخطوه اللي بعد كده احنا بندخل السي اتش 3 اي وبنعمل هيدروليس. فسي اتش 3 اي هتدخل على الان، هتدخل مجموعه ميثايل، انا عايز رقم 2 عندها ميثايل، وهيدروليسيس هيحول مجموعه الاستر دي لمجموعه اسيد. فاول حاجه انا ادخل سي اتش 3 اي علشان تدخل لي سي اتش 3 على الان، وبعد كده هنعمل هيدروليسيس علشان نحول المركب بتاعي لمجموعه اسيد. كل اللي فاضل بعد كده بقى علشان تدخل بقيه الاستراكشر دخل حلقه الهيتيرو. بص انا هكتبها لك هيتيرو عشان انت في الميلوكسي كام هتدخل الثيازول، في البيروكسي كام هتدخل البيريدين. دخل حلقه الهيتيرو مع الان اتش 2، شيل بقى جزء الميه، شيل اتش مع او اتش ووصلهم ببعض. فتاني هم اربع خطوات، تعالوا نحاول نجيبهم مع بعض من الاستراكشر الاخراني نشوف هنعرف نجيبهم ولا لا. فاحنا بنتكلم على مركب في اس دبل بوند او دبل بوند او، ادي ان عندها مجموعه ميثايل، ادي دبل بوند او اتش، انا حافظ الاستراكشر بالحاجات المهمه، في هنا مجموعه امايد سي دبل بوند او ان اتش وهتير سواء كانت بايريدين او ثيازول. اول حاجه انا هكسر ما بين الان اتش والسي دبل بوند او، الان هنحط عليها اتشايه والسي دبل بوند او هنحط عليها او اتش، ودي الخطوه رقم 4، انا هدخل الهتير عليها ان اتش 2 مع مجموعه الاسفل. في الخطوه رقم 3 هنرجع خطوه، في الخطوه رقم 3 انا هدخل السي اتش 3 اي، فهكسر دي هتبقى عليها اتشايه ودي عندها اي، وهتبقى المجموعه دي مجموعه استر. فبدل ما هي اسيد انا بدخل سي اتش 3 اي وبعمل هيدروليسيس في نفس الوقت. خطوه رقم 2 هي الخطوه بتاعه الري ارنجمنت، والخطوه اللي قبل الري ارنجمنت بتاعه السكرين. فاللي انا عايزك تعمله لي هنا ان انت تاخد بالك ان الجزء بتاع الاستر ده هو اللي احنا بندخله. البدايه بتاعت السكرين حلقه بنزين مع حلقه خماسيه فيها اس دبل بوند او سي دبل بوند او ان. الزياده بتاعتي بقى الحته اللي حواليها المربع البرتقالي دوت عباره عن سي اتش 2 ومجموعه استر سي دبل بوند او او بي 5، بس انا هحط عليها
فدي الخطوه الاولانيه، والخطوه الثانيه هي بتاعت الرياضي. فتاني يعني نحاول نجيبها من المركب الاخري، سواء كده او كده لازم تحفظ البريباريشن بتاع الميلوكسيكام كويس جدا بالسكرين بالمركب البدايه بتاعتك. فشلت الكي مع الكلور ووصلتهم ببعض، الري ارنجمنت بقى كربونه دخلت بقت حلقه سداسيه وعملت توتوميرسم، هي هتخش وتبقى جنبها دبل بوند او، بعدين نشيل الاتش اللي فاضله تعمل دبل بوند في الحلقه وتفك الربط على الاو تبقى اورج. الخطوه اللي بعد كده بقى سي اتش 3 اي وهيدروليسيس، سي اتش 3 اي يدخل ميثايل على الان وهيدروليسيس يحول الاستر لاسيد، بعد كده دخل بقى الهيتيرو بان اتش 2 عشان تدخل المركب اللي انت عايزه. فاحنا كده اتكلمنا على الكلاس بتاعه الاوكسيكام، وفي الكلاس بتاعه الاوكسيكام اتكلمنا على شكل الاستراكشر والحاجات المهمه، اهميه الاتش تي الميثايل اللي بتزود الاكتيفيتي، الهيتيرو اللي احسن من الفينايل العاديه، اتكلمنا على مركبين البيروكسيكام والميلوكسيكام الفرق في حلقه الهيتيرو، اتكلمت على الاثنين ووتر موليكيول وهو بيمسك في الكوكس اثنين انزيم مش الكوكس واحد، اتكلمنا على البريباريشن اهم حاجه فيه الاي واحد واثنين فايازين، واتكلمنا على البريباريشن اللي بيبدا من السكرين. اخر حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 900 الف مره في الامتحان، الحاجات بتاعت الكوكس 2 انهبيتور. احنا بنتكلم على اجدد حاجه في النون سترويدال انتي انفلاماتوري، المفروض انها مركبات اكتشافها جديد الكوكس 2 انهبيتور، حاجات بتشتغل على الكوكس 2 انزيم بس، فاحنا عاملينها علشان تعالج الانفلاميشن وانالجيسيا والكلام ده بس من غير جي اي اريتيشن. مش هيشتغل على الكوكس، مش هيشتغل على الكوكس واحد بس، المشكله اكتشفت ان هو ما بيشتغلش على الجي اي تي بس، بيعمل بلاوي بقى في حتت ثانيه، بيعمل رينال فيلير وهارت اتاك وثرومبوزس، بص حاجه مالهاش اي لازمه، ما عادش حد بيستخدم اصلا الكلام ده، فبيستخدم في الروماتيزم والاوستيو ارثرايتس اهلا وسهلا، بس المهم ان الاستخدام بتاعه قليل قوي. الكلاس بنسميها الكوكسيب جروب على اساس ان كلهم اخرهم كوكسيب، سيلي كوكسيب، بولدي كوكسيب، باري كوكسيب، محمود كوكسيب، علي كوكسيب وهكذا. بلس ديت فيها كلمتين مهمين، يعني في رغي نظري وبتاع، اول استراكشر ده حفظه مهم جدا في الامتحان، هنقول الفرق ما بين اثنين وثلاثه دلوقتي. الكلمه اللي على الاس سي ار دي اهم حاجه، والكلمه اللي في اخر الصفحه هتبقى كمان مهمه قوي. تعالوا نرغي مع بعض شويه رغي كده، الدكتوره بتقعد كتير جدا في المحاضره، الصور في الوسط بتاعته حاجه صغيره جدا. ايه فرق الكوكس واحد عن الكوكس اثنين؟ انت دلوقتي عايز تعمل دواء اشتغل على الكوكس اثنين بس من غير ما يشتغل على الكوكس واحد. انا تاني ده الكوكس واحد ده الكويس اللي بيطلع بروستاجلاندين الكويسه، ده الكوكس 2 اللي بيطلع البروستاجلاندين الوحشه، فانا عايز دواء يشتغل على الكوكس 2 من غير ما يشتغل على الكوكس واحد. طب دي افكر فيها ازاي؟ قعدوا يتعبسوا شويه لقيوا ان الشكل بتاع الاكتف سايت بتاع الكوكس 2 اكبر من بتاع الكوكس واحد، طب ما تيجي نحط مركب كبير. طبعا المعنى ان الاكتف سايت اكبر معنى كده ان انت لو خدت دواء عادي حاجات زي النابروكسين زي الديبلوفيناك اللي هي المركبات العاديه المركبات اللي يتقال عليها مركبات صغيره، تعرف تخش جوه الاكتف سايت بتاع الكوكس واحد تشتغل، وتعرف تخش جوه الكوكس اثنين وتشتغل، الروابط اللي هتمسك بيها هتبقى موجوده فهتشتغل عادي، فالمركبات الصغيره بتشتغل على الاثنين. لكن ايه رايك بقى ناخد مركب كبير؟ ولو خدت مركب كبير زي العيله بتاعت الكوكسيب اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي السيلي كوكسيب، المركب ده كبير وفي حته طالعه كده على الجنب، داي هيتير داي ارايل هيتيرو مع مجموعه سلفوناماي، لان المركب كبير وفي حته طالعه كده على الجنب مش هيعمل فيتنج في الكوكس واحد، مش هيعرف يخش جوه الكوكس واحد، فهيشتغل بس على الكوكس اثنين، فبقى سيلكتيف كوكس اثنين. فاول حاجه مهمه لازم تعرفها ان المركبات عشان تشتغل على الكوكس اثنين انا محتاج ازود السايز بتاعها، هتزود السايز بتاعها ازاي بقى؟ كيمياء، هنحط داي ارايل هيتيرو كلهم هيبقى فيهم حلقه هيتيرو مع حلقتين بنزين، وبنحط عليهم مجموعه سلفوناماي. وجود الداي ارايل هيتيرو مع السلفونامايد بيكبر المركب قوي وبيعمل انتراكشن مع الكوكس 2 احسن ما بيعمله مع الكوكس 1، فدي اول حاجه مهمه جدا. تاني حاجه، ايه الفروقات ما بين الكوكس 2 والكوكس 1 اللي خلى الاكتف سايت هنا اكبر؟ يعني ايه اللي اتغير ما بين الاثنين دول؟ ركز بقى في الامينو اسيد اللي هتقولها علشان ده يعني هتلاقي عليهم في السؤال في الكويز بتاعك هتطلع عليها بتاع 10 اسئله مثلا ولا حاجه من اسئله الكويز، مجرد تعديلات تغييرات في نفس الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. القصه في الاخر ان الكوكس واحد انزيم دوت هو عباره عن انزيم فيه شويه امينو اسيد، الكوكس واحد انزيم المفروض ان هو فيه ايزوليوسين اي ال اي ديت اختصار لايزو ليوسين. فهو في امينو اسيد ايزوليوسين عنده 523 وفي كمان امينو اسيد ايزوليوسين عنده 434 وكمان في امينو اسيد هيستيدين عنده 513.
ثلاث ارقام دول باسامي الامينو اسيد مهمه جدا، هيستيدين عند 513. ده بالنسبه للكوكس واحد. بص كده بداله بقى في الكوكس اثنين. بالنسبه للكوكس اثنين بدال الايزوليوسين هيبقى عندي فالين، هيبقى عندي فالين عند 5 2 3 وعندي فالين عند 4 3 4 434. الفكره ان ما بين الايزوليوسين والفالين، الفالين امينو اسيد اصغر. الرسمه اللي كانت في اول الحصه خالص في المقدمه اللي في الاول خالص، علشان الفالين كامينو اسيد اصغر فالفراغ اللي بيسيبه كبير. تاني احنا بنتكلم على اكتف سايت، فالاكتف سايت بتاع الكوكس واحد علشان في ايزوليوسين مجعلص كبير الايزوليوسين فما بيسيبش مساحه يخش فيها الدواء في حته صغيره. اما في الكوكس اتنين لان انت عندك فالين والفالين اصغر من الايزوليوسين، لان الفالين بتاعك مركب اصغر او الفالين بتاعك امينو اسيد اصغر، فالفالين بتاعي لما يجي يقفل يعمل الاكتف سايت يسيب فراغ هيسيب حته فاضيه كده، حته فاضيه على اليمين وحته فاضيه صغيره على الشمال. الحته دي بقى هي اللي احنا بنشتغل عليها، ده اللي كبر حجم الريسبتور بتاعي. فالريسبتور بتاعي حجمه زاد نتيجه ان انا صغرت الامينو اسيد، فتاني الامينو اسيد اللي موجود في الريسبتور لانه اصغر فحجم الفراغ اللي موجود بقى كبير، فبدلت الايزوليوسين بفالين. ده مش بس كده، ده كمان الهيستيدين اللي عند 513 احنا بدلناه بارجينين عند 513 برضه. الارجينين دوت مور بيزك امينو اسيد، ولان هو مور بيزك امينو اسيد هيمسك في الدواء اكتر، هيخلي الدواء بتاعي مور هيخلي البوكت بتاعي او شكل الاكتف سايت بتاعي مور هيدروفيلك، وعلشان كده احنا بنحط في الدواء بتاعنا سلفونامايد. الهدف من السلفونامايد يمسك في الارجينين امينو اسيد ده. فتاني التعديلات ما بين الكوكس واحد والكوكس اتنين اللي نقدر نعمل بيها دواء كيمياء يشتغل عليها اكتر، اول حاجه ان بدال الايزوليوسين في فالين فالبوكت بتاعي بقى اكبر، حجمه بقى اكبر، فانا عملت دواء كبير بالداي ارايل كتير. تاني حاجه بدل الهيستيدين بقى ارجينين، ده مور بيزك، فعلشان الارجينين مور بيزك اقدر احط حاجه هيدروفيلك، احط سلفونامايد في الحاله ديت علشان تعرف تمسك فيه. كل الكلام ده موجود برسومات وعدت كتير وبتاع، هم في الاخر كلمتين اماكن الامينو اسيد، كل واحد بيكبر الحجم اللي هم الايزوليوسين وحولتهم لفالين، وواحد بيأثر على البيزيستي فيمسك بربط اقوى اللي هو الهيستيدين لارجينين، وتاني حاجه الاسي ار اللي فوق الداي ارايل هيتيرو مع السلفونايد. ده الخلاصه بتاعت الكلام. احنا لو بنتكلم على الاسي ار عشان تشتغل على الكوكس 2 انت محتاج حاجه كبيره، فبتحط داي ارايل هيتيرو سيستم مع سلفونايد. الدواء اللي حفظ وحفظ الصم، دكتوره تعدل لك اي تعديل فيه في الامتحان يبقى غلط. السيليكوكسيب هو البيرنت بتاعه، هو البروتوتايب بتاعهم اول واحد وبتاعه مش عارف ايه، دي حلقه بايرازول مع سي اف 3، لازم سي اف 3 مش سي اتش 3، لازم حلقه بنزين مع كربونه وحلقه بنزين مع سلفونامايد. فبايرازول سي اف 3، بنزين مع ميثايل وبنزين مع سلفونامايد، يبقى انت بتتكلم على السيليكوكسيب. لو طبقت الكلام اللي فوق ادي داي ارايل هيتيرو اللي هي حلقه البايرازول، وادي مجموعه السلفونامايد اللي تحت. لو غيرت في الهيتيرو، المفروض الدكتوره بتقول على 2 و3 ايدنتيفاي فمش بتجيبهم، ارسمهم في الامتحان بس المفروض تبقى عارفهم. فلو غيرت في الهيتيرو بدل الاثنين ان بقت واحده ان وواحده او، بقى في ميثايل دي مش مهمه قوي، شلت ميثايل من البنزين مش مهمه قوي، بس المهم الحلقه اللي في النص فيها ان او، ده اسمه الفالديكوكسيب. فالديكوكسيب اكتف بس المشكله بتاعته السوليابيلتي قليله، هو بيتاخد كانجكشن والسوليابيلتي بتاعته قليله، فالحل عملنا منه برو دراج. فالباريكوكسيب ده برو دراج من الفالديكوكسيب، خد بالك من الترتيب. فالباريكوكسيب هو نفس حلقه الايزوكسازول الحلقه اللي فيها او ان، بس السلفونامايد هنا بعدها سي دبل بوند او، سي اتش 2 سي اتش 3، سي دبل بوند او كربونتين. ففرق الباريكوكسيب عن الفالديكوكسيب ان بعد الان دي في حاجه مركب علشان يشتغل، لازم سلفونامايد، لازم الحته دي تتشال جوه الجسم، فهو عباره عن ووتر سوليبل برو دراج من الفالديكوكسيب دوت بالنسبه للباريكوكسيب. فالسيليكوكسيب حبس مهم بكل اشكاله وكذا وكذا وكذا، فالديكوكسيب اللي فيه او ان، الباريكوكسيب هو البرو دراج بتاع الفالديكوكسيب. رسومات كتيره جدا على الفرق ما بين الكوكس واحد والكوكس اتنين، اهم حاجه في الرسومات ديت هيبقى الكلام للفهم مش اكتر من كده، اهم حاجه هتتذاكر الاربع خمس طول دول تحفظهم لي صم، يبقى انت ريحت نفسك من القصه دي كلها. ايه فرق الكوكس واحد عن الكوكس اتنين؟ تعالوا نتكلم على الرسومات كده بالتفصيل. لو هنتكلم على الرسمه الصغيره الملونه اللي على الجنب ديت، فادي الكوكس واحد وادي الكوكس اتنين.
فالكوكس واحد الاكتف سايت بتاعه يعتبر صغير شويه، هنا الهيدروفوبيك بوكت دوت بقى كبر، بقى فيه حته سايت بوكت كده نقدر ندخل فيه دواء كبير شويه. نفس القصه هنا بتحاول توضحها لي بالامينو اسيد، فبدلت الايزوليوسين بفالين، فالفالين لانه اصغر فتح لي مساحه كبر لي الحجم بتاع الاكتف سايت. هنا الشكل بتاع الدواء نفسه، ادي البوكت الزياده الحته دي، الحته اللي لونها احمر دي، فالبوكت الزياده دوت جاي نتيجه ان الفالين اتحول لايزوليوسين، مش باينه هنا قوي الامينو اسيد، بس الفالين لما اتحول لايزوليوسين بقى عمل لي بوكت نعرف نشتغل عليه. الرسمه الصغيره دي انا جايبها دي مش في المحاضره، بس دي موضحه لي الامينو اسيد. الارجينين 120 ده موجود في الاثنين، ده اسينشال للاكتيفيتي، ده بيمسك في كل انواع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. فرق الكوكس واحد عن الكوكس اثنين، ادي الثلاثه امينو اسيد اللي الدكتوره بتركز عليه. فايزوليوسين 532، ايزوليوسين 434، هيستيدين 513، بدلهم هنا فالين، فالفالين لانه اصغر كبر الحجم، كبر الحجم بتاع البوكت، والارجينين ده اللي بيعمل ربطه اقوى مع المجموعه بتاعت السلفونامايد بتاعتي، يعمل ربطه اقوى مع المركب بتاعي. طيب تعالوا الكلام النظري، والكلام النظري مهم. كوكس 2 الاكتف سايت بتاعه كبير، ايه سبب ان هو الاكتف سايت كبير؟ نتيجه للبولر هيدروفيلك سايد بوكت، وخد بالك بولر هيدروفيلك يجيبها لك في الامتحان، هيدروفوبيك غلط، لا هو بقى البوكيت بتاعه مور هيدروفيلك، انا حطيت ارجينين بدل هيستيدين فزودت الهيدروفيلستي بتاعه، فنتيجه للبولر هيدروفيلك نتيجه ليه حفظنا بقى خلاص، ايزوليوسين 523 هيستيدين 513 ايزوليوسين 434 في سوري دول بتوع الكوكس واحد، انا بدلتهم بفالين وارجينين وفالين في الكوكس اثنين، فدوت اللي خلاه مور هيدروفيلك. الفالين لس بالكي عن الايزوليوسين فبيزود الحجم بتاع الاكتف سايت، فسبب ان الحجم بيزيد ان انا بدلت الاثنين ايزوليوسين باثنين فالين. ده كمان السايد بوكت بيعمل انتر اكشن مع الارجينين 513 اللي هو مور بيزك بدل الهيستيدين 513، فالارجينين لما بتتفاعل معاه بتتفاعل بربطه اقوى شويه. خلصنا نونسترويدال انتي انفلاماتوري، خلصنا الحصه بتاعت النهارده الحمد لله بسرعه كده. لو احنا هنراجع مع بعض كملنا الكلام على الارايل اسيتيك اسيد، في الارايل اسيتيك اسيد خدنا التعديل على الاندوميتازين السولينداك ابو دبل بوند وسلفينايل وبتاع، والحته بتاعت الزد والاي كيترولاك مهم جدا، هيتيرو سايكليك اسيتيك اسيد بس في الفا ميثايل داخله جوه حلقه بايرول، الالفا ميثايل سبستيتيوشن بيزود الاكتيفيتي، فعملنا ايبوبروفين كيتوبروفين نابروكسين، نابيوميتون ده نون اسيتيك برو دراج، وخد بالك ان الاكتف فورم بتاعته مش زي النابروكسين شبهه قوي، بس الاسيتيك اسيد مش بروبيونيك اسيد، ديكلوفيناك تبع 2 بلس وعشان كده الاكتيفيتي بتاعته عاليه قوي، وكمان علشان الاثنين كلور بتخلي الحلقتين نون كوبلانر، انثرانيليك الميكلوفيناميك احسن 100 من الميثيناميك اسيد علشان الاثنين كلور، اوكسيكام قعدنا نتكلم على كل حاجه بالتفصيل بالذات الميثايل اللي بتزود الاكتيفيتي والان اتش بتاعت الامايد اللي مهمه للاكتيفيتي، والهيتيرو اللي احسن من الفينايل العاديه، البايريدين بقى بيروكسيكام، الثيازول بقى ميلوكسيكام، اتكلمنا على الاثنين ووتر موليكيول في الدراج ريسبتور انتر اكشن، تسميه ركزنا على الاي 1 و2 والبريباريشن ركزنا على السكرين بيتفاعل ازاي، في الكوكس 2 انهبيتور ركزنا على الحجم باي ارايل هيتيرو مع سلفوناميد، حفظنا شكل السيليكوكسيب وعرفنا الفرق ما بين الفالديكوكسيب والباريكوكسيب، وعرفت القصه بتاعت الامينو اسيد. في الكوكس 1 ايزوليوسين بدلتهم بفالين كبرت الحجم، شلت الهيستيدين وحطيت ارجينين علشان يبقى مور بيسك. خلصنا الكلام على المونستريدال، الجزء هتلاقوه تقيل شويه، في اسئله كتير شويه، حاولوا تحلوه على طول بعد ما تذاكروا عشان تتاكد ان انت قفلت القصه دي وما نرجعش للكلام دوت تاني ان شاء الله. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، نشوفكم المره اللي جايه في موضوع جديد ان شاء الله. شكرا وسلام عليكم.